السلام عليكم، معكم عبد الرزاق ريفيرا، الملقب ريفيرا ومن عبد الرزاق. هاد اللقب جا خويا على واحد المحل كان عندي في ريفيرا في 98، الي مالغي، اول الي مالغي كانت في ريفيرا ديالي، كانت في 98، كانوا النصارى تبارك الله وداك الشيء، وكان داك الشيء زوين ديال لي زاليمو، وكان هادشي ديال لي زاليمو ديال الحيوانات وداك الشيء، وبقات هذيك ريفيرا. علاش دابا الدراري كيقول لي فين غادي؟ غادي عند ريفيرا، فين غادي؟ غادي عند ريفيرا. بقات هاد ريفيرا هادي، نهار درت القناه وداك الشيء طاحت عليا الفكره بانني غنسميها ريفيرا. هادشي اللي كاين خويا عبد الرزاق. اسمعني، عندك القناه، شنو كدير في القناه ديالك؟ القناه ديالي المحتوى ديالها هو الكليبات، جميع لي راس تولي شي، يعني جميع الكليبات كنديروهم، كنتكلموا على لي مالادي، كنتكلموا على لي راس، كنتكلموا على لي بوتي ديال الكلب. دابا الحمد لله حنا خدامين في هاد المهرجان اللي داز في كازا، الحمد لله اكبر مهرجان ديال جميع لي راس. راه سجلنا الفيديو الاول والفيديو الثاني، حنا دابا قبيله الفيديو الاول، حنا خدامين على الفيديو الثاني وباقي الفيديو الثالث. الحمد لله داك الشيء داز في المستوى، دازو كليبات تبارك الله في المحتوى، يعني داك الشيء ما نعاودش لك الخيال، يعني كليبات تبارك الله اللي ما كانوش كيخطروا لك على بالك دازو، يعني داك الشيء ديال اوروبا، يعني الحمد لله ولات عندنا السلاله مخيره بزاف. يعني تقريبا عبد الرزاق منين بدا المسير ديالو في عالم الكلاب؟ يعني شحال تقريبا منك دوز عبد الرزاق؟ ودي انا شحال دوزت؟ انا دوزت 36 عام في هذه الحرفه، يعني حرفه وبنادم مولوع بها، يعني ما يمكنش هذه الحرفه ديالنا سبحان الله العظيم ما يمكنش ديرها عير ولاعه. الا كنتي غديرها عير ولاعه غتربي ان كلب، ولكن الانسان ملي كيوصل 57 50 60 كلب، يعني كتولي فيها تجاره وفيها ولاعه في نفس الوقت، منا كتولدهم ومنا كتربيهم كتبيع منهم وكتاكل منهم وكتوكل منهم كليبات. هذه هي المعيشه. يعني كنشوفوا عبد الرزاق عاوتاني داخل العالم الافلام القصيره. اودي هذاك دومين اخر، هذاك دومين خرج علينا فيه ولد شرقي. ولد شرقي جارنا، طفل تبارك الله كبر وطرع حدانا وعرفناه مع الاب ديالو وعمو، كان دري صغير وكبر تبارك الله، ونهار بدا في الافلام القصيره شاف فيا داك الانسان اللي كيقول لي ودي انت كتبان لي الكاريزما ديالك بوليسي ولا رئيس عصابه. هادو هما جوج الادوار اللي كنمثلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهادشي اللي كاين. وهذا يعني ما كتلقاش شي عراقيل في اثناء الخدمه ديالك في عالم كلاب في التمثيل؟ يعني واش عبد الرزاق ما عندوش الناس اللي كيحسدوه، الناس اللي واقفين ضده؟ اودي ما كاينش اللي ما كيكونش عنده الحسد، هذه امبوسيبل. الا ما كاينش عندك الحسد راك ما ناجحش، خاص دائما يكون عندك المنافسين والحساد باش تكون ناجح. الا ما كانش عندك هادشي عارف راسك انت راك بحال المشاكل في الدار، الا ما عندكش المشاكل في الدار ما عندك والو، ما يمكنش. يعني شنو هو الكلب اللي باقي لحد الان داز عند عبد الرزاق وباقي حدود الساعه كيتفكر؟ الكلب اللي ما كيتنساش ليا واحد كبير جاء مضرب معايا 9 سنين كان سميتو الغو. داك الكلب كنت كندوي معاه بعينيه، حيت كون كان دابا حدايا غنوريك اش غندير معاك، انت نيت اصلا. ولكن مات ليا سبحان الله العظيم في العيل الكبير، باقي عاقل عليه بالضبط. هذاك الكلب كان عايش معايا في داري والكلاب الاخرين في السطح. ملي كنبغيو نذبحوا الاضحيه ما تنبغيوش نخليو حدانا، تنقولوا على حسب الملائكه وداك الشيء كنطلعوه. لقيت اللي طلعوه من الدار خلاوه الفوق، ذبحت انا الحواله، ريحت تكيت، قلت حتى فقت وانا نقول مادام فينا هو الكلب، قالت لي صحك لا حلي ليه هبط، كتعيط عليه ما كيتململش. فهذيك الوقيته اللي طلع من الامانه الدامات نكد، هذه ما بغاش يتنسى لي. يعني دوز معايا عمر، هذاك راه كان كيصيفط لي مول الدار حتى الخدمه، من احمد السباغ حتى لشارع الفيده ديال محمد السادس، كتركب في الطاكسي وكيرجع يوميا. يعني كما كنقولوا عبد الرزاق ربي الكبد عليه وفي الاخر مات. الكلب الوحيد اللي ربيت عليه الكبده ديال بصح، يعني كان واحد المستوى سبحان الله العظيم مشكل. ايوا هادشي اللي كاين. وهذا عالم افلام قصيره ودي هذاك دومين اخر،
دومين افلام قصيره ماشي بحال الدومين دابا ديالنا حنا. دابا حنا كنقدروا نصوروا دغيا كنمونطيو دغيا كنلوحو دغيا. افلام قصيره فيها بزاف ديال الاتعاب يعني كدير كتعاود كدير كتعاود ما يمكنش دير لقطه واحده وتنجح لك يعني خاص بزاف ديال اللقطات باش كطيح في اللقطه اللي بغا يعني كاين بزاف ديال التمارين والتنقلات وكذا. واش عبد الرزاق يعني كيشوف راسو ناجح في عالم ديال الافلام القصيره عندهم متتبعين ثاني في عالم الافلام القصيره؟ انا الافلام القصيره نفعوني في القناه ديالي يعني دعموني في القناه ديالي بزاف لان اللي كيدخل عندي القناه تيقول هذا كيمثل مع ولد الشرقي فهمتيني هذا كيمثل مع ولد الشرقي فهمتي يعني كاين واحد الاقبال دارته القناه ديال ولد الشرقي لانه نفعني في ذوك الافلام اللي درت معاه ملي دخلت القناه ديالي يعني كان واحد اقبال ما وحلتش. شنو الرساله اللي توجه للناس اللي كيتبعوك؟ وكنقول كنشكر انا اي واحد كيتبعني واي واحد. انا البارح سبحان الله العظيم كنت مريض وسجلت وهزوني كريز للسبيطار سبحان الله العظيم ولحتها واحد الفيديو بان انا مريض وادي ودي والحمد لله باقي الان الناس تعيط لي الله يشافيك الله يشافيك خويا ريفيرا الله يشافيك. حنا الحمد لله طيبين ما عندناش مع المشاكل كنحبوا جميع الناس كنديروا ابوني لجميع الناس كنديروا لايكات لجميع الناس يعني ما واخا نعرفو واخا ما نعرفوش انا بحال هكا داير هادشي اللي كاين هو هذا والجديد الوالد هو المطباس اسم القناه ديالي ريفيرا تيفي اللي كيدخل ليها راه كيشوف كليبات كيشوف المحتوى ديال الكليبات كيشوف المستوى كيشوف خوك عايش في سطح فيه 6 متر كاريق راه واقيلا شتوه كيهز 57 كلب يعني من المستحيلات ان سطح فيه 6 متر كاريق غادي يهز واحد 57 كلب وغادي تكون فيها النظام كيكون فيها بزاف ديال الحوايج يعني شي ما كيعضش كياكلوا مجموعين كيخرجوا هادو كنسيقوا لهم مجموعين كلشي بخير وعلى خير الحمد لله هادشي اللي كاين والو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.